الكتابة أسرار الكون ستعرفها ناقش وعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا أحبة فيك. أهلا بأخ محمد التماز السباعي، مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم. هذا لقاء متجدد مع فتيان من الشباب الطيبين الذين نسأل الله أن ينفع بهم وأن يجعل منكم يعني قدوة لمن بعدكم، وأن يجعل منكم سببا من أسباب النصر، وأن يتقبل أعمالكم وأن ينفع بكم. حياك الله أخ محمد، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. الحمد لله. يلا محمد التماز السباعي، حدثنا، من هو محمد التماز السباعي؟ من، متى ولد؟ كم عمرك؟ ماذا درست؟ أين أنت الآن؟ تفضل. محمد التماز السباعي من سوريا، من حمص، ولدت في حمص، أعادنا الله إليها سالمين، في حي الكرم الشامي. وأيضا أنا الآن يعني انتقلت إلى الأردن وأدرس الآن في الصف التاسع. جميل ما شاء الله. الفترة الابتدائية متى انتقلت للأردن؟ أتماز محمد، عفوا محمد أتماز سباعي، متى انتقلت للأردن؟ انتقلت، كان عمري 6 سنوات، كنت صف أول. طيب محمد، أنت بتتذكر حمص؟ يعني بتذكر شوي شوي كثير جميل. طيب يا محمد، تحكي لنا شوي عن محمد والجانب الأكاديمي. هل محمد شلون بالدراسة؟ شو هو الجوانب اللي بحبها؟ وهل هو متفوق بمدرسته؟ أم هو متوسط؟ الحمد لله، يعني الحمد لله أنا في المدرسة بفضل الله يعني من المستوى الجيد، يعني بين المتوسط وبين العالي بفضل الله. ويعني كنت في مدرسة من المدارس، الحمد لله كنت في الأوائل على الصف، وانتقلت من مدرسة إلى مدرسة يعني أقوى بفضل الله في التدريس. كنت يعني كان هناك مستوى أعلى بفضل الله، يعني ما زلت في مستوى يعني بين المتوسط وبين العالي الحمد لله بفضل الله. وأيضا طيب أدرس الآن، أدرس الآن في دبلوم، شلون دروس؟ أدرس في دبلوم للقراءات بفضل الله تعالى. تمام محمد، معناته أحب أن ننتقل على جانب الديني، جانب تحصيل الشرعي، جانب علاقتنا مع القرآن الكريم، علاقتنا مع السيرة، علاقتنا مع العلوم الإسلامية والشرعية. تحكي لنا شو حافظين وشو بنعرف، تفضل. الحمد لله بفضل الله أنا أتممت كتاب الله عز وجل، كان عمري 10 سنوات، يعني قبل 4 سنوات من الآن. وأيضا يعني أدرس الآن مع الوالد في علوم الفقه وعلوم اللغة العربية بشكل أوسع من المدرسة، ونعم بفضل الله تعالى. الحمد لله. طيب ما شو أكثر جوانب الشرعية اللي محببة لقلب محمد؟ هل هي القراءات أم الفقه أم الحديث أم اللغة؟ سبحان الله، يعني يعني الجوانب الشرعية يعني لا يمل الإنسان منها، ولكن يعني أميل أحيانا إلى يعني القراءات والقرآن. نعم، لكن يعني لا أفضل أمر على أمر بالشريعة. جميل، حاليا الكل محبب إلى قلبك بنفس الدرجة، فينا نقول؟ نعم نعم إن شاء الله. جميل. طيب يا محمد، مين الدعاة يلي محمد بحب يسمع لهم ويشاهدهم
وهيك وبتأثر بكلامهم. يعني أنا بفضل الله يعني أسمع وأتأثر بكلام أهل اليمن، أهل حضرموت، الشيخ الحبيب عمر نعم والحبيب أبو بكر وغيري من الحبايب جزاهم الله خيرا يعني. وأيضا الكثير من المشايخ لهم شكرا الفضل جزيلا. علي أيضا في يعني والدي جزاه الله خيرا، والكثير من المشايخ يعني أقاربي وغير أقاربي جزاهم الله خيرا. تمام. محمد في المدرسة والجانب الشرعي، هل لمحمد دور مثلا في إذاعة، في نشاطات مدرسية، في مسابقات مثلا في المدرسة من جانب القرآن أو العلوم الشرعية؟ نعم يعني بفضل الله في المدرسة، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في إذاعة المدرسة يعني غالبا ما أخرج وأقرأ القرآن في الإذاعة، وأيضا أذهب مع المدرسة إلى مسابقات في القرآن الكريم، وأيضا في الإنشاد. كمان هذا جانب ثاني، جانب الإنشاد. نعم الحمد لله. تحدثنا عن جانب الإنشاد، من من المنشدين الذين يحب محمد أن يسمع لهم؟ يعني أحب أسمع للكثير من المنشدين، يعني ال يعني لا أستطيع يعني أن أذكر الكثير، لكن أذكر يعني بعضهم: المنشد مصطفى كريم، نعم. المنشد ياسين مراشلي، ومع أخوالي أيضا، أخوالي من بيت الأبرش، خالي أحمد وخالي محمد علي وخالي عمر الأبرش، يعني جزاهم الله خيرا، كانوا ما شاء الله. يعني عاونوني في تدريس الإنشاد، وأيضا شيخي الشيخ عبد الرحمن الشعار شيخي في الإنشاد. ما شاء الله، معناتها نحن صار في عنا إلمام بالمقامات. الحمد لله الحمد لله. طيب هيك على السريع، شو هي المقامات؟ هيك على باختصار دقيقة، نعم دقيقة ونص ما أكثر. المقامات يعني هي لحن، يعني ألحان متعددة يكون تحت يعني درج تحت رتم أو نغم واحد، ويعني عددها المشايخ في المقامات والموسيقيين أيضا عددوها نعم. يعني قاموا تقسيمها إلى 7 أقسام، ووضعوا لها أفرع يعني صنع بسحر، تجمعهم كلمة صنع بسحر: الصاد صبا، والنون نهاوند، كيف يعني والعين تجمعهم؟ عجم، ايوه نعم والعين عجم، والباء بيات، والسين سيكا، والحاء حجاز، والراء رست أو رصد، وأيضا يعني تمام. لهم مقام محمد أفرع. جميل جدا. محمد لما عندما تقف إماما في المسجد أو إماما في البيت عن على أهلك، أحببت أن تقرأ الفاتحة، فما المقام الذي يحب محمد أن يقرأ به سورة الفاتحة؟ يعني أستذكر الآن، أنا أقرأها في يعني في مقام واحد، لكن لم ولا مرة يعني فكرت ما هو المقام. طيب نستعيذ بالله، ممكن مثلا نقرأ الفاتحة هيك، بسم الله. نسمع الله يبارك لنا بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تمام، الله يجزيك الخير. هل أسمعت أنت وعم تقول هذا مقام؟ شو يستحضرك هذا المقام أم ما واضح لسه؟ يعني والله أعلم هو الرصد. جميل جميل. الأنشود أو الأجمل إلى الحياة. محمد. نعم. تمام، ما في مشكلة، رصد أو بياد نعم. لا إلى حل. شو هي الأنشود اللي محمد هيك بيدندنها؟ اليوم كان عم يدندنها مثلا، أو امبارح كان عم يدندنها. نعم. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الله يجزيك الخير. ها، هذا مقام شو هذا سيدنا؟ هذا النهوان. هذا النهاوند، يا عين على النهاوند. جميل جدا، عملنا هيك روح بحرنا شوي فيها بالمقامات. سمعنا أنشودي وسمعنا سورة الفاتحة، الله يفتح عليك. طيب محمد شو مخطط؟ شو وين بتشوف حالك بعد؟ هل إذا قلت لك شفت حالك بعد، تشوف حالك بعد 6 سنين، حتقول لي نخلص البكالوريا، بعرفها هاي، بس بدي محمد وإنجازاته خلال 3 سنوات. شو الشيء محمد بيطمح إنه يحققه من الناحية الفكرية، الثقافية، القرآنية، العلوم الشرعية، الاجتماعية، الرياضية؟ بدي هيك محمد هيك يغمض عيني يقول أنا 3 سنوات شو فيني أحقق فيهم؟ وشو بحلم إني أحقق فيهم؟ يعني إن شاء الله يعني أقوي نفسي في علوم الشريعة، يعني ما زلت في البداية نعم بإذن الله، يعني بعد هذه الكمية من السنوات، يعني بإذن الله يعني يكون عندي كم هائل إن شاء الله من علوم الشريعة حتى أتبحر في علوم الدين يعني. وأيضا نعم ممكن يعني أعمل، يعني أنجز ما أحب، يعني أتعلم بعض المهن. ما هو الشيء اللي يحبه؟ جميل، أحب قراءة الكتب بفضل الله يعني، فهذا ممكن. وأضع الحمد يعني بفضل الله أضع كل فترة لنفسي يعني عدد من الكتب لأقرأها، يعني أنهيها في فترة معينة، فممكن هذا أن يكون قد قرأت محمد ماذا بإذن يقرأ؟ الله. أقرأ الروايات والقصص والتاريخ، يعني أقرأ القصص للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، يعني قصصه جميلة جدا. نعم. جميل. وأقرأ التاريخ. بإيدك العجلة. نعم. هل يوجد حاليا الكتاب الذي بيدك الذي أنت تقرأه كنت اليوم أو البارحة، ما هو الكتاب الذي تقرأه؟ هل كتاب أو كتابين، وما اسمهم؟ الكتب التي تقرأها الآن التي بين يديك وأنت يعني تعزم على إنهائها. نعم،
يعني أنا الآن أقرأ في كتاب هو رواية يعني للراوي أردني اسمه أيمن العتوم، اسم الكتاب يوم مشهود. نعم. رواية يوم مشهود، جميل. طيب محمد، يا محمد، كيف تختار أصدقائك؟ الأصدقاء يقولون الصاحب ساحب، فأصدقائي نعم يعني بفضل الله، أن يعني بفضل الله، بفضل الله رجل يعني أو شخص اجتماعي نوعا ما بفضل الله، نعم الحمد لله. وأبعد عن اللي يعني الأصدقاء يعني في المنحرف، يعني نسأل الله السلامة والعافية يعني، ونسأل الله الهداية لنا ولهم. نعم ويعني ممكن يعني ممكن يكون لي أصدقاء في الوسط، وبإذن الله يعني أكون في باب الدعوة للجميع بإذن الله تعالى. يا رب يا رب، اللهم آمين. محمد، هل هناك مسجد أنت الآن ملتزم بحلقات تحفيظ القرآن فيه؟ سبحان الله، هذا الأمر يعني كان يعني كنت لما عندما كنت في سوريا أنا وصغير كنت ملتزم بمسجد قباء، لكن في الأردن يعني في المنزل مع الوالد والوالدة يعني والمعاهد، يعني غير يعني لست في مساجد سبحان الله. ويعني قبل فترة كنت أحضر درس مع الوالد في المسجد، ولكن سبحان الله المساجد عندنا نعم. لا يوجد عندها نشاط كبير سبحان الله. حاليا موجود في الأردن، أي مدينة؟ في عمان. مدينة عمان. تعلمت اللغة الأردنية؟ نعم. يعني هلا أنت بتميز بين اللهجة الأردنية واللهجة الفلسطينية؟ نوعا ما يعني في ميزات واضحة وميزات مخفية. انت وصلت لمرحله تنقل، يعني تقدر تعرف الشخص انه هذا فلسطيني ولا اردني، يعني شو ما هيك من كلمه مثلا او من لهجه او من طريقه، ولا لسه ما وصلت ممكن لهالمراحل المتطوره؟ ممكن ممكن، ولكن يعني اللي بشوفهم يعني اللي بتعرف عليهم دائما فلسطيني، ما يعني قليل أتعرف على الأردنية. تمام. طيب بدك تقول لرفيقك الفلسطيني قوم نقرا لنا شيء كتاب، او قوم نروح على المسجد. تمام، احنا هلا بالحمص عم نقول لك قوم نروح على المسجد، شو رايك نروح نصلي بالمسجد جماعه؟ شو بيقولوها باللهجه هناك الفلسطينيه؟ قوم نصلي في المسجد. قوم نصلي في المسجد. أها جميل. أي اللهجة طيب الفلسطينية من هيك شيء صح. جملة طويل يعني. أح أنت فوت على الأح هلا، يعني هذا نص باب الدريب بس تبع فلسطين. أما في يعني أغلبهم بيقولوا قوم نصلي. أو باب السباع، يعني مشان بيت السباعي. قوم نصلي. في جماعة القوم، قوم نصلي. كويس. نعم. انت بتحكي معهم الفلسطيني ولا بتحكي سوري؟ لا بحكي معهم يعني غالبا فلسطيني يعني. جميل جدا. طيب يا محمد، سؤال، في شيء دورات كمبيوتر او دورات اللغه الانجليزيه او دورات معينه سجلت فيها هنيك حضرتها، او سواء حضرت بجوز على الكمبيوتر حبيتك تطور مهارة ما أنا موجودة، ما عم تاخذها مثلا بالمدرسة، أو ما أنا موجودة بمعهدك القرآن أو عند الأهل، فأنت حبيت تطور حالك بمهارة معينة ببرنامج أو بشيء معين، في شيء مثلا حضرته أو سجلت فيه؟ نعم، سجلت مرة يعني في دورة بالإنجليزي، يعني الآن هي
واقفة بسبب الجائحة، نسأل الله أن يعني أن يعافينا وأن ينهيها على خير بإذن الله. نعم، وأيضا هي يتبع بعدها، بعد دورة الإنجليزي يتبع دورة ICDL بالإنجليزي طبعا، هي يعني دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. وكمان بالمدرسة، نعم الله يجزيهم خير، هي قلنا هذا الأمر باللغة العربية، فبإذن الله يعني بإذن الله يعني سأنهي في المدرسة، ولسه ما بدأت في الدورة، فبإذن الله يعني يصبح عندي شهادة في العربي وشهادة بالإنجليزي إن شاء الله. وهذه يعني هذه هي الدورات، في أنشطة وكما رياضية ذكرت مفيدة؟ أنشطة رياضية. يعني الرياضة، يعني أنا أحب الرياضة نوعا ما يعني، لكن يعني ما كان يعني لها الوقت الكافي عندي. يعني دخلت في ناديين يعني بفترات متباعدة، ولكن يعني كان يأتيني دروس، كنت أفضل الدروس عليها. جميل جميل. نعم هناك بالأردن بيركبوا بسكليتات ولا موتورات ولا شو الشباب هناك، ولا بس سيارات عندكم؟ هلا، في بس، ولكن يعني عندنا الأردن كله طلعات، ف يعني يعني كله سيارات غالبا يعني، يعني بسكليتي ما بمشي الحال هناك. لا إلا إذا كان يعني في مكان عندنا في الحارة، يعني في الحارة في مكان يعني سهل وندور فيه لفات يعني فقط. نعم جميل. انت ما بتعرف بسكليتة الكورس، سمعان بسكليتة الكورس؟ طيب تسأل عنها الوالد، قال له بابا بس يعني الاستاذ وسيم قال لي بسكليتة الكورس وانا ما فهمت عليه، فشو هي بسكليتة الكورس؟ احكي لي عنها. إن شاء الله. ان شاء الله. محمد انت هلا حاليا صف ثامن ما هيك؟ تاسع 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 عفوا، معناتها نحن السنه القادمه 10، الصف التاسع تعتبر هنيك اعدادي ام ثانوي؟ لا إعداد إعداد اعدادي. معناتها ان شاء الله نحن 3 سنوات وننهي المرحله الثانويه وندخل الجامعه. إن شاء الله. في تصور اولي ممكن نحن شو التخصص اللي ممكن محمد يعني يدخل فيه ويتميز فيه؟ في هيك أحلام مثلاً أو تخصص أو 2 أو 3 بيفكر فيها محمد من هلأ؟ نعم، أولا يعني أسأل الله أن يجعلني في خدمة دينه وفي طاعته. أحب التاريخ كما ذكرت، ممكن يعني بإذن الله، وأحب الشريعة، وأيضا يعني أحب الأدب العربي. نعم، يعني هذه المجالات التي أحبها، يعني في مجالات أخرى ممكن يعني، لكن يعني احتمال قليل ممكن أدخل فيها ممكن. يعني مجالات العلوم الإنسانية من شريعة وإدارة ولغة عربية تاريخ، كل هاي مجالات ممكن نعم أنت تدخلها. يا رب نعم إن شاء الله هيك بالأيام تتميز فيها إن شاء الله. يا رب قريبا بعد 3 سنوات يعني ننهي الثانوية بعلامات عالية ونختار تخصصنا الذي سوف نبدع فيه إن شاء الله. شاء الله إن شاء الله. محمد، هل تظن أنك سوف تعود إلى سوريا؟ يعني سبحان الله، هذا الأمر بيد الله طبعا، لكن أنا أستبعده نوعا ما. لا يعني إن شاء الله الله يفرج على الأهل بسوريا، لكن إذا يعني ممكن فتحت الأمور بسوريا وتيسرت، يعني ممكن أرجع، لأن طبعا الدراسة في سوريا قوية، وممكن يعني أبقى في الأردن لأن يعني مستوى يصبح ممكن أصعب في سوريا، أو ممكن يعني ممكن أدخل في دورات تقوية وبعدها ممكن أذهب إلى سوريا. نعم نعم يا رب يا رب، نسأل الله التوفيق تيسير.
طيب أخي محمد، نحن كثير استمتعنا بهالجلسة. هلا تقريبا صار نصف ساعة، حقيقة ما حسيت أبدا فيها، كنت كثير مستمتع بالجلسة والحديث معك. إن شاء الله في قادمات الأيام ممكن نعمل جلسة ثانية وثالثة، نطمن نشوف وين وصلت، شو أنجزت. نسأل الله أن يوفقك وأن يختم لك الخير ويهيئ لك ويستخدمك فيما يحب ويرضى.